مشاهدينا ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا، بس خلوني في البدايه ارحب بضيفي اللي منورني في الاستوديو، الاستاذ رضا عز الدين مدرب التنميه الذاتيه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ رضا. اهلا بحضرتك يا استاذ رضا. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف من حضرتك ايه الفرق بين التنميه البشريه والتنميه الذاتيه؟ طب تمام، السؤال ده مهم جدا. الفرق ما بين التنميه البشريه والتنميه الذاتيه بكل بساطه، التنميه البشريه نيجي اصلا لنشاتها الاول. التنميه البشريه نشات امتى؟ بعد الحرب العالميه الثانيه، سواء دول الحلفاء او دول المحور خرجوا من الحرب، سواء اللي كسبوا واللي خسروا عندهم كوارث غير طبيعيه، سواء كوارث اقتصاديه او صناعيه او في كل المجالات اللي موجوده في الدوله، فحبوا ان هم يخرجوا من الكوارث ديت، فبداوا يعملوا على تطوير الموارد ديت، سواء موارد اقتصاديه سياسيه اجتماعيه ماديه، فبداوا يعملوا ان هو يعملوا لها تطوير. وبدا الكلام دوت في امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه، وبيقيسوا في امريكا بيقيسوا التطور دوت ازاي عن طريق حاجه اسمها الهيومن ديفلوبمنت اندكس، تمام؟ دوت مؤشر التنميه البشريه اللي بيقدروا يقيسوا بيه تطور الدول ديت. معنى كده ان التنميه البشريه هي عباره عن القرارات اللي بتاخدها صناع القرار داخل الدوله في تطوير الدوله بتاعتهم، ده التنميه الايه؟ البشريه. طيب نيجي للتنميه بقى الايه؟ الذاتيه. التنميه الذاتيه ممكن يكون هي اصلا يعني المفهوم ظهر مؤخرا، لكن هي موجوده جدا من زمان. ممكن يكون اول شخص كتب عن التنميه الذاتيه او نعتبر ان هو كتب في التنميه الذاتيه كان الملك بتاع حوتم. الملك دوت كتب لابنه كتب، او كتب لابنه كتب بيعلمه فيها ازاي يقدر يطور من نفسه، عباره عن حكم وامثال. ففي الوقت دوت بدات نشاه التنميه الذاتيه وبدات ان هي تتطور. ده الفرق ما بين التنميه البشريه والتنميه الذاتيه. ناس كتير بتحب تطور من نفسها او تطور من ذاتها، تمام، بس مش عارفين يبداوا منين، فحابين نعرف من حضرتك ايه هي خطوات تطوير الذات. تمام، اول حاجه انا عايز ابدا اتطور في ايه اصلا، يعني انا ايه اللي ناقصني عشان انا ابدا اتطور فيه. هبدا ارتب اولويات انا شخصيا. يبقى اول حاجه هنرتب الاولويات، انا عايز اتطور في ايه؟ هتطور في لغه، هتطور في مهاره، هتطور في ايا كان الحاجه اللي انا هتطور فيها. هبدا ان انا ارتب الاولويات بتاعتي. تمام، بعد ما رتبت الاولويات هبدا اخد القرار ان انا ابدا ان انا اطور من نفسي في الحاجه دي. ما ممكن اخد القرار وبعد كده بقى ايه ان شاء الله هبقى ايه، انا عايز اخد كورس مثلا، على سبيل المثال انا عايز اخد كورس انجليزي، او عايز اخد كورس انجليزي، عايز اخد كورس انجليزي. طب ما انا عايز، طب ماشي، امتى بقى هاخد الكورس دوت؟ ما لسه ما خدتش الايه القرار. فده اول حاجه ان انا هرتب الاولويات، تاني حاجه اخد القرار، بعد كده بعد ما خدت القرار يبقى عندي الثقه ان انا هقدر اعمل الحاجه ديت. في ناس مش بتعرف تاخد قرار من نفسها ودايما بيعتمدوا على اللي حواليهم، ازاي نقدر نعلمهم ده؟ ان انا اسيبه ياخد القرار. هو دايما هو ما تعودش من صغره ان هو ياخد القرارات، ما حدش علمه ان هو ياخد القرار، دايما اللي حواليه هم اللي بياخدوا له القرار، انت هتعمل كذا، انت هتعمل كذا. فهو طلع على كده، لا طب ما انا اسيبه ياخد القرار، هياخده مره غلط مفيش مشكله، كلنا بنغلط، هياخده مره ثانيه صح مفيش مشكله. فلازم هو يبدا ان هو ياخد القرار سواء صح او غلط، فهو ده هيفيده هو شخصيا. دكتور، طب هل في دكتوراه في التنميه البشريه؟ لا للأسف. ولا هيبقى المصطلح اللي هو مدرب مش دكتور؟ لا، هو مدرب او محاضر، لكن مفيش حاجه اسمها دكتوراه في التنميه البشريه. واي حد يحاول يخلط ما بين التنميه البشريه او التنميه الذاتيه عن عمد، فهو بيحاول ان هو يمرر لنا فكره معينه لصالحه هو، بتخدمه هو شخصيا، لكن مفيش حاجه اسمها دكتوراه في التنميه البشريه. كلنا عارفين طبعا تاثير الكلام في حياتنا، بكلمه ممكن تحب وبكلمه برضو ممكن تكره، تمام، وبكلمه برضو ممكن توصل حد للنجاح وممكن برضو توصله للفشل، وبكلمه برضو ممكن تجبر بخاطره وبكلمه برضو ممكن تكسر بخاطره. عايزين نعرف من حضرتك ازاي نتعلم فن الكلام مع الاخرين وازاي نتواصل معاهم. طيب النقطه دي مهمه جدا، لان ممكن كلمه تخرب بيت، كلمه تزعل شخص مني، كلمه تضايق حد مني، كلمه تدمر علاقات، ودايما بنشوف ان مجرد كلمه بتدمر علاقات. فاول حاجه عشان نقدر، في اربع محاور اساسيه في فن الكلام. اول حاجه الاستماع الجيد، انا لازم اكون منصت جيد عشان اقدر اتكلم، اسمع اكتر ما بتكلم، لازم اسمع كويس جدا. تاني حاجه افهم الفرق ما بين الجدل والنقاش، هل الشخص اللي قدامي ده بيجادلني ولا بيناقشني، فلازم اكون فاهم النقطه دي كويس. والكلام ده طبعا ممكن نقعد نتكلم فيه كتير جدا. تالت حاجه بعد ما فهمت الفرق ما بين الجدل وما بين النقاش، لازم اكون فاهم كويس جدا طبيعه الشخص اللي قدامي. هل احنا عايزين نخرج بايه من الحوار دوت؟ احنا عايزينه ليه اصلا؟ يعني هنستفاد منه بايه؟ تمام. طيب جمع العلماء الموارد قالوا لنا ان في التنميه في فن الكلام قسموه لنا عن طريق خمس محاور هنتكلم فيهم، وهم شبهوهم بالالعاب الجماعيه. اول حاجه او في فن الحوار، اول لعبه جماعيه لعبه التنس، ان احنا بنكون اتنين قدامنا شبكه، الشبكه دي بنعتبرها ان هي الحاجز،
ديت مساحتك الشخصيه ودي مساحتي الشخصيه، احنا هنتناقش مع بعض بس انا ولا هخش في مساحتك الشخصيه ولا هخش في مساحتك ولا انت هتخش في مساحتي ايه الشخصيه، اللي هو همرر الفكره لبعض، ايه رايك في كذا؟ ويرد عليا والله الموضوع ده كويس جدا. دي فكره الايه؟ التنس. تاني حاجه البينج بونج. البينج بونج نفس الفكره برضو، بنتكلم مع بعض وفي نفس برضو الحاجز ما بيننا، بس ممكن في البينج بونج الريتم اسرع شويه، ممكن نكون بنتكلم بعصبيه او ممكن نكون بنتكلم في حاجه براكتيكال، حاجه عمليه. احنا مثلا في بيزنس دلوقتي او في حاجه واحنا مزنوقين قدامنا 10 دقائق او ساعه وعايزين نخلص الحاجه ديت، فالحوار بيننا بيبقى ايه؟ سريع، انت ايه رايك في كذا، انت رايك في كذا، فبنفضل رايحين ايه جايين مع بعض. تالت حاجه فن الحوار، قسموها بكره السله، شبهوها لنا بكره السله، بس حوار كره السله ده بالذات واحد بياخد الكوره، اتنين برضو مع بعض بيتكلموا، بس واحد بياخد الكوره وبيرميها في كره السله وبعد ما بتقع هو بيروح ياخدها تاني برضو، مش راضي يدي فرصه للتاني ان هو ايه يتكلم. يمكن ده ابشع انواع فن الايه الحوار، كره الايه السله. بعد كده بقى البيسبول. في البيسبول انا رميت الكره، تمام، انت ايه رايك يا فلان في كذا، فرميت الكره وماشي معاه، انا بفضل ماشي معاه هو بيقول لي رايه. ده بنستخدمه مثلا لو حد بيتعلم او حد يعني انا مثلا بتعلم من حضرتك حاجه، فانا بقول لك ايه رايك في الحاجه دي، وبفضل ان انا ايه بسمع فيها واكلم حضرتك فيها. بالظبط، تمام. خامس حاجه بقى فن الحوار كره القدم، شبهها بكره القدم، ويمكن ده ارقى انواع الحوار. ان احنا بنكون كلنا قاعدين مثلا وبنبدا كلنا من ايه نتكلم في حوار، والله ايه رايك يا فلان في كذا، طب والله ده كذا كذا، فانت ايه رايك يا فلان في مثلا في جري، ففلان يرد ويدي للتاني يتكلم. ويمكن من اهم ومن ارقى الحاجات فيها لما يكون حد قاعد وليدر، ممكن يكون كلنا بنتكلم بس مثلا في شخص ما بيتكلمش، فانا لو شخص قاعد يعني ارمي له سؤال لازم اخليه يشارك معايا ويتكلم معايا، انا ابدا معايا يعني. بالظبط، فارمي له سؤال اخليه يشارك معايا عشان اكسر عنده الحاجز اللي هو موجود ما بيننا ده. تمام، دول فن الايه الحوار. بس حلو ان انتوا بتشبهوا الفن الحوار بالالعاب الرياضيه، هم اللي شبهوها والله يعني. عشان بس تبقى ثابته مع الناس يعني، ما حدش ينسى، وتشبيه قريب ليها يعني. تمام. طيب الجوانب السبعه للتنميه الذاتيه، اكيد طبعا زي ما التنميه البشريه ليها جوانب، اكيد التنميه الذاتيه ليها جوانب. تمام، احنا عايزين السبع جوانب للتنميه الذاتيه. تمام، اول جانب الجانب الروحاني، وده الجانب دوت اللي هو الخاص بالروحانيات والعبادات، وده جانب التنميه برضو الذاتيه بتهتم بيه. تاني جانب الجانب العقلي، اللي بيهتم بتطوير العقل وازاي نقدر ان احنا نزود قدراتنا العقليه ونفكر وازاي نقدر نتطور من عقلنا. تمام. طيب تالت جانب الجانب المادي، ان احنا نطور الجانب المادي بالنسبه لنا، سواء عن شغل او ايه الطريقه اللي انا اقدر اجيب فيها فلوس، او ايه اكتر الطريقه اللي انا ممكن تزود لي الدخل بتاعي. تمام. رابع حاجه الجانب الرياضي، بيهتم برضو بالجانب الرياضي في تطوير الانسان رياضيا، ان هو يبدا يهتم بممارسه الرياضه. وخامس حاجه الجانب الصحي، الجانب الصحي برضو مرتبط شويه بالجانب الرياضي، او هما الاثنين مرتبطين ببعض. لو شخص رياضي فاكيد الجانب الصحي عنده كويس، ولو حد برضو الجانب الصحي عنده كويس يبقى الجانب الرياضي عنده كويس. الجانب الاجتماعي، وده علاقتي بالاهل والاقارب والناس اللي حواليا. تمام، ودي كده جوانب الايه الجوانب السبعه للايه للتنميه الذاتيه. طيب لحظه الحزن ليها مسارات كتيره جدا، يا اما الانسان بيستوعب احزانه يا اما بيكتئب. عايزين نعرف من حضرتك ازاي نقدر نستوعب احزاننا وازاي نقدر نتعامل مع لحظه الحزن. سؤال مهم جدا. يمكن لحظه الحزن ممكن تكون هي ممكن يكون كلنا بمرنا بلحظات حزن كتيره جدا. اكيد في عالم طور فكره في الموضوع دوت، هو عالم في علم النفس اسمه جيمس بينكر. تمام، قال لك ان الشخص دوت لو هو مثلا في حاجه مضايقاه او حاجه حصلت وضايقته وزعلته ومر عليها فتره وهو برضه مش قادر ان هو يقاوم الحاجه دي او قادر ينساها، قال لك ان هو يجيب ورقه ويقعد يكتب فيها كل الحاجات اللي هي مضايقاه لمده 15 دقيقه، وده غالبا يحصل قبل ما هو ايه ينام، ويكتب الحاجات ديت من غير ترتيب، يفضل يكتبها اي حاجه تيجي على باله مضايقاه يروح كاتبها، لكن ما يقعدش يفكر انا مين ضايقني او مين على، لا انت الحاجات اللي مضايقاك اقعد اكتبها، مش لازم تكتبها بالترتيب، اي حاجه تيجي على بالك اكتبها. يقول لك تكتبها 15 دقيقه وتفضل تكرر الموضوع دوت لمده 3 ايام 4 ايام 5 ايام، هتلاقي مره مع مره مع مره مع مره بدات الموضوع دوت يتلاشى معاك، لان انت عمال تخرجه اصلا عكس ما انت ما كنت كاتبه جواك، ومفيش حد بتقدر ان انت تخرج مع الموضوع ده. طيب ازاي اتفضلي ازاي نستخدم خيالنا لتحقيق ذاتنا وتحقيق مستقبلنا واهدافنا واحلامنا؟
ازاي نستخدم الخيال ان احنا نقدر ان انا اتخيل اصلا انا مثلا النهارده عايز اطلع محاضره مثلا او اقدم محاضره مثلا قدام 2000 شخص. طيب انا لو عايز اديها النهارده قدام 2000 شخص فانا لازم اكون متخيل ده من قبلها. عايز اجيب مثلا عربيه لازم اتخيل العربيه بمواصفاتها بكل الفكره دي. لازم الخيال ليه عامل مهم. اقعد اعمل اشغل ميوزك هاديه جدا واقعد اتخيل اللي انا عايزه. احلم مفيش مشكله تخيل هيتحقق هتحققش انت بتتخيل. فحاله التخيل نفسها هي بتخلي الانسان بيخش في مرحله سعاده غير عاديه. بيقولوا دايما ان الصبر بيجي بالتمرين زيه زي اي سلوك انساني في الدنيا. ازاي نقدر نتعلم ونتمرن على الصبر؟ السؤال دوت يعني من الاسئله المهمه. بس ازاي نقدر نتعلم او نتمرن على الصبر؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا يعقوب ايه؟ فصبر ايه؟ جميل. فما فيش اكتر من كده. الصبر ده هي اصلا ميزه ربنا مديها لنا. يعني انا مش لازم اتمرن، لا انا لازم الصبر ده يبقى في طبيعتي. دي حاجه انا هؤجر عليها. يعني صبرت هؤجر. طب ما صبرتش ربنا برضو ايه مش هاخد الثواب بتاع الصبر ده. فدي حاجه اصلا المفروض تبقى في شخصيتي ان انا مش هقدر. لا هي حاجه اصلا المفروض تبقى في شخصيتي. ما بقاش متسرع في حاجه، ما تسرعش في قرار هاخده، لا اصبر اتانى في اتخاذ القرار. بس بالنسبة طب للناس المهتمة بمجال التنمية البشرية والذاتية، هل يكتفوا بقراءة الكتب والمقالات ولا لازم يروحوا يحضروا دورات تدريبية الخاصة بالمجالات دي؟ بصي، هو دي بترجع على حسب الشخص نفسه او على حسب الحاجة اللي انا عايز اتعلمها. ممكن النهاردة انا كشخص بحب القراءة، فانا بقرأ في المجال وبتعلم منه، بقرأ في الكتب وبتعلم منه. بس في حاجات انا مش هقدر اتعلمها من الكتب، زي مثلا انا عايز النهاردة اتعلم البرزنتيشن سكيلز، فانا ممكن اقرا في المهارات دي. طب هطبقها ازاي؟ لا ده انا لازم اروح التدريب، احضر الدوره التدريبيه عشان اقدر اطبق المهاره دي هناك واقدر ان انا اتعلمها كويس. ممكن حد تاني عاوز مثلا يبقى عنده اداره وقت، فلا هي ممكن يقرا فيها، مش شرط يروح دوره تدريبيه، بس ممكن هو ما بيحبش يقرا فيروح يحضر الدوره التدريبيه. بمناسبه اداره الوقت، يعني في ناس كتير ما بتعرفش اصلا تدير وقتها خالص وعندهم اسلوب المماطله، ده يعني شيء اساسي في حياتهم. ازاي نقدر نعلمهم انهم يديروا وقتهم؟ اول حاجه التخطيط الجيد. لازم اخطط كويس جدا للحاجه اللي انا هعملها. انا النهارده هعمل ايه في يومي؟ والله يوم النهارده هيتقسم لواحد اتنين تلاته. بكره هعمل ايه؟ والله هيتقسم لواحد اتنين تلاته. طب الواحد اتنين تلاته دول عملتهم؟ تمام. طيب تاني حاجه عدم التسويف. انا قلت النهارده هعمل واحد اتنين تلاته، فلازم اعمل واحد اتنين تلاته، ما ينفعش اسوف في يوم حاجه. تالت حاجه ابعد عن اي مثيرات ممكن تشتتني. انا دلوقتي هقوم اذاكر، ففي بقى طب ثواني بس اخش في البوست ده على الفيسبوك، اقلب شويه هنا، اقلب شويه هنا، اقلب شويه هنا، فده مثير بيشتتني. فالثلاث حاجات دي مهمين جدا في ان انا اقدر اظبط وقت: التخطيط الجيد والابتعاد عن المثيرات وعدم التسويف. تمام. طيب طبعا كل انسان عنده تفكير سلبي وعنده تفكير ايجابي. ازاي التفكير السلبي او الايجابي بيأثر على شخصيه الانسان وعلى ذاته؟ هو ده بيبقى مرتبط شويه بالبيئه اللي هو موجود فيها. النهارده هو الانسان النهارده لو في بيئه كلها سلبيات، النهارده واحنا طبيعتنا كشعب مصري، انا واحد جه قال لي انا زعلان، يا عم ده انا زعلان اكتر منك. طب ليه؟ طب ما تديله شويه امل. ايوه صح. تمام. فدي معتمده على البيئه اللي انا موجود فيها. البيئه اللي انا موجود فيها بيئه سلبيه ولا بيئه ايجابيه؟ طب انا النهارده لو موجود في بيئه سلبيه لازم تفكيري هيضغط عليه التفكير السلبي. انا اول يبقى انا اسحب نفسي من البيئه السلبيه ديت وادخل نفسي في بيئه ايجابيه. يعني فعلا الطاقات الايجابيه او السلبيه ممكن اللي قدامي مثلا لو عنده طاقه ايجابيه ممكن برضو توصل لي؟ اه طبعا. ولو عنده طاقه سلبيه ممكن توصل لك. ممكن تلاقي لحظه بيجي عليكي كده انت متضايقه ومش عارفه من ايه، او زعلانه مش عارفه من ايه. لو قعدت فكرتي مع نفسك كده هترجع قبلها هتلاقي دي تراكمات. ان حد مثلا حكى لك حاجه، عمل لك حاجه هي سلبيه، فدي كلها ادت ان انت بقى عندك الحاله دي. ممكن حد تاني ممكن تشوفيه لمجرد ان هو ابتسامه او قال لك كلمه كويسه فاداك طاقه ايجابيه، او قال لك حاجه هو ساعدته ان هو ينجح. يعني انت لو قاعده مثلا بتسمعي قصص النجاح بتحسي بايه؟ بطاقه ايجابيه جواكي ومبسوطه، وانا عاوز اوصل لحاجه زي كده، خصوصا لو في المجال اللي انت بتتمني ان انت تكوني فيه حاجه. في نهايه فقرتنا بقى، ايه هي الرساله اللي حابب تقولها للشباب اللي لسه بيبداوا مشوار حياتهم؟ التطوير. دايما يبقى عندك تطوير مستمر. النهارده احنا الموبايلات اللي معانا في ايدينا كل يوم، كل شهر، كل سنه الشركات بتنزل موبايلات جديده بتحديثات اجدد. فانا النهارده لو ما طورتش من نفسي هفضل واقف مكاني، لان في غيري بياخد الاكشن وبياخد القرار وبيطور من نفسه.
وانا سعيد جدا ان انا موجود معاكم. حقيقي التنميه البشريه والذاتيه بتعلمنا مهارات التواصل مع اللي حوالينا، وكمان بتعلمنا ازاي ندير حياتنا بشكل صحيح. بشكرك استاذ رضا عز الدين مدرب التنميه الذاتيه، بشكرك طبعا على وجودك معانا. انا اللي بشكر حضراتكم جدا ومبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. بشكرك جدا. بشكرك يا نمياء. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج عايش الشباب.